استديوهات مذهلة تنفيذ الزفات مبروك يا بنتي نظر عيني 05 3 2 1 4 5 0 يا عمري يا شرايين استديوهات مذهلة يلا عسى فالك التوفيق يا يا جالف للسعاد فالك وتهني استديوهات مذهلة تنفيذ الزفات الرويت مبروك يا بنتي نظر عيني 3 2 1 4 يا روحي قلبي يا عمري يا شرايين يلا عسى فالك التوفيق يا أرواح 1 4 5 0 ويا جالي فالسعاد فالك وتهني والشيلات وعمل القصائد بالأسماء أرويتي مبروك يا بنتي نظر عيني يا روحي قلبي يا عمري يا شراييني يلا عسى فالك التوفيق يا أروى ويا جالب فالسعى فالك تهنيني مبروك عبد العزيز يا الغالي ويا الوافي انت يا عبد العزيز تستاهل الزيني مبروك يا الفارس الغالي ويا الوافي عبد العزيز عندي ترى تسوى ملايين اروى بنتنا حلوه ويا زينه يلي يا اخوانك على الطلب داويني اخوك عبد الله راعي الطيب والفزعه ازيد يا سعد لك عامل للمعادين اخوك زاهر يا من حل طريه يشوش راس الاجانب والموالين والشيلات وعمل القصائد بالاسماء 05 3 2 1 وانا يا لجاويد ابوها صالح على احمد اسمي لحاله يرجح في الموازين اني صعاطير والعربان قالوها شهم كريم صعاط للمجانين وانا يا لجاويد ابوها صالح على احمد اسمي لحاله يرجح في الموازين اني صعاطير والعربان قالوها شهم كريم صعاط للمجانين امامك عيال احمد وافتخر فيهم خوالك عيال ال مسعد ميامينيعبد العزيز يا ولدي اوصيك في اروى وصية غالية والناس توصيني عبد العزيز يا القلب تكفى لا تزعلها لا تزعلني غلاها ساكن فيني عبد العزيز يا القلب تكفى لا تزعلها لا تزعلني غلاها ساكن فيني اخلص لها يا زبون الطيب يا ابو العز اعطيتك الماما اروى ابوها مدلعها من سنيني ان فات يومين ما شفتك يا بعد حالي كني مضيع ولا عندي عناويني في ذمتي غالي يا حبيبتي الماما اروى ابوها مدلعها من سنيني ان فات يومين ما شفتك يا بعد حالي كني مضيع ولا عندي عناويني يا ناس بنت ابوها فخرنا بنتي رجال بنت الحميدي
وقامها كلمة وقولها صاد يا عبد العزيز واروى يا قلبي وعيني. استديوهات مذهلة تنفيذ الزفات والشيلات يا عبد العزيز.